بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، عقد المجلس النيابي اليوم جلسة تشريعية على جدول أعمالها 16 بنداً من مشاريع واقتراحات القوانين المنجزة من قبل اللجان النيابية، بالإضافة إلى اقتراحات القوانين المعجلة المكررة. تتضمن هذه الاقتراحات مشاريع القروض مع البنك الدولي والجهات الدولية والمانحة في مختلف المجالات الصحية والتربوية، بالإضافة إلى مشروع الحماية الاجتماعية ومشروع التقاعد. أما الأبرز سيكون اقتراح قانون استقلالية القضاء، الكابيتال كنترول، ومشروع التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون. نستمع سويا إلى تعليقات الكتل النيابية. مش مهم التشريع أبدا اليوم يلي عم بينعمل، لأنه التشريع لقوانين إصلاحية أو قوانين لإنقاذ الوضع بالبلد بتتطلب جو سياسي إيجابي لعن جد يكون هيدي القوانين قابلة للتنفيذ وقابلة للتقييم الحقيقي. نحن بعدنا عند موقفنا كحزب اشتراكي كلقاء ديمقراطي، ممنوع الفراغ في المؤسسات القبلية. مع التمديد بأي صيغة عم نحاور مع الكتل الباقيين لتوحيد الاقتراح التمديد، ولكن الهدف أن لا يكون هناك فراغ بالمؤسسة. جاي الشيء المؤسسي الأساسية اليوم اللي بعدها موجودة واللي عم تقوم بدور مهم جدا بحماية البلد وبأمن الداخلي، حتى يعني بالأمور الداخلية. بالتالي مش بوقت الحرب يعني اللي والأعدات الإسرائيلية على جنوب مفتر يعني يفرغ الجيش من قيادته والقيادة الأساسية بالجيش، وبالتالي لا، هذا أمر يعني إن شاء الله ما بيصير. نحن قرار لقاء الديمقراطي مجندين بالمجلس النيابي للتصويت على التمديد، وبمجلس الوزراء الوزير اللي بيمثلنا الأستاذ عباس الحلبي كمان يعني توجيهاته أنه يكون مع تأجيل التسريح. بكل الحالات اخذين احتياطاتنا على الجبهتين. نحن عم نقوم بكل طاقتنا بكل تحالفاتنا بمحاولة الإبقاء على الحماية جوزيف عون لأربع أسباب. رح يكون سريع: السبب الأول غياب رئيس الجمهورية، الوضع المتفجر في لبنان وفي المنطقة، خبرة العماد ميشيل عون، وأهم شيء عدم انصياعه لأي فريق سياسي لا نحن ولا غيرنا. أما عن دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لانعقاد مجلس الوزراء غدا إليكم، كيف فسر النواب هذه الخطوة؟ أنا شايفين الحكومة مقصرة من الأساس بشغلها وما إلى علاقة هاي بهيديك بفصل السلطات. الحكومة كان لازم تعمل هيدا الشغل من قبل، فنحن اليوم المجلس النيابي موجود، إذا في إمكانية لنحسم هيدا الموضوع نحن جاهزين لحسمه فيما يتعلق بحماية مؤسسة العسكرية، إنما فيما يتعلق بالحكومة فعليها تعمل شغلها بغض النظر شو بيصير بالمجلس النيابي. بعتقد أنا يعني بالشكل مش هي المهم اليوم، المضمون، المضمون عدم السماح بفراغ بهالمؤسسة. هلأ عن أي طريق بيأتي، ربما لأنه عم بيسهدوا الأمر أنه بده ينطعن فيه بالحكومة، لا، نحن بنفضل أن يكون التمديد مجلس نواب. هو الأصول كان مفترض تكون بمجلس وزراء تعيين أو تمديد عفوا أو تأجيل تسريح بمجلس وزراء، هذا الشيء تأخر لصار، فرح نعطى فرصة لمجلس وزراء أنه يعني يقوم بالمهمة وهذا الدور الأفضل يعني والطريقة الأفضل، خاصة مشان ما يكون في طعن ويكون حسب الأصول يعني. ما حبينا نقعد نفسر النيات، نحن عنا قرار هو عدم إبقاء قيادة الجيش شاغرة. أجواء جلسة اليوم كانت إيجابية، إلا أن بعد فقدان النصاب رفع الرئيس نبيه بري الجلسة مع إمكانية الحصول على التمديد لقائد الجيش بعد مناقشة الاقتراحات المقدمة.